السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني الأدبي، أهلا بكم ومرحبا. إن شاء الله هناخد درس جديد أو تكملة للدرس السابق اللي هو الموارد المائية. كنا أخذنا الأسماك، لكن النهاردة بإذن الله هنبدأ في حاجة جديدة اللي هو الأسفنج واللؤلؤ والمرجان. طبعا الأسفنج يا شباب هو حيوان أو كائن بحري يعيش في بيئات، في البيئات أو البحار والمحيطات العربية. يعتبر منطقة البحر المتوسط أو البحر المتوسط هو أنسب المناطق التي يعيش فيها النبات أو التي يعيش فيها حيوان الاسفنج في الوطن، في الوطن العربي، خاصة المنطقة الممتدة من خليج قابس في تونس حتى بلاد الشام على الساحل الشرقية للبحر المتوسط، وهي أفضل المناطق خاصة لإنتاج أو لصيد الاسفنج في الوطن العربي، وذلك لعدة عوامل رئيسية. أول عامل منها إن هو إن طبيعة القاع الصخري للبحر المتوسط ساعدت على تثبيت حيوان الاسفنج إن هو يتمسك في القاع في تلك المنطقة وما يتحركش مع تحرك المياه. تاني حاجة اللي هو صفاء المياه ونقاء المياه ساعد على وصول الضوء إلى حيوان الأسفنج في قاع البحر المتوسط، مما ساعد على استمرار الحياة له، إضافة إلى درجة الحرارة المعتدلة أو الدفيئة التي بتساعد على نمو حيوان الأسفنج في تلك المنطقة. يبقى عندنا منطقة البحر المتوسط الممتدة من خليج قابس في تونس حتى السواحل الشرقية له في بلاد الشام، هي أنسب المناطق في البحر في الوطن العربي لصيد حيوان الأسفنج، وذلك لعدة عوامل قلناها، إضافة إن هو أهم المصائد بقى عندنا في الوطن العربي بتمتد من مصائد تونس ومصائد ليبيا ومصائد مصر ومصائد سوريا ومصائد لبنان. طبعا يختلف الأسفنج من مكان إلى مكان حسب اللون والشكل والجودة وطبيعة الملمس واكتسابه لكمية من المياه، فيتميز أسفنج البحر المتوسط بأنه ناعم الملمس، إضافة إنه بيمتص الثقوب لحيوان الأسفنج بتمتص كميات كبيرة تتشعب بالمياه. أما أسفنج البحر الأحمر فيتميز بأنه بيتميز بالخشونة نظرا لارتفاع درجة ملوحة البحر الأحمر في تلك المنطقة، لذا يعد الأسفنج المستخرج من البحر المتوسط هو أنسب وأفضل أنواع الأسفنج عندنا في الوطن العربي. وبشكل عام تتوزع مصائد حيوان الأسفنج في الوطن العربي على 4 مناطق رئيسية: المصائد الليبية، ودي بتوجد حوالين الساحل الشرقي لميناء درنا وهي أجود أنواع الأسفنج في الوطن العربي. المنطقة الثانية وهي المنطقة الموجودة في بلاد الشام في سوريا وفي لبنان وتوجد بالتفصيل حول ميناء طرطوس. المنطقة الثالثة وهي في تونس، والمنطقة دي توجد حول خليج قابس في تونس ومن أنسب المناطق مع الأراضي الليبية في إنتاج الأسفنج. المنطقة الرابعة والأخيرة اللي هي المنطقة الموجودة في مصر، ودي توجد في منطقتين رئيسيتين هي المنطقة الشمالية الغربية بين العالمين وبين السلوم، والمنطقة الشمالية الشرقية لجمهورية مصر العربية والممتدة بين دمياط وبورسعيد. دول 4 المناطق الرئيسية لإنتاج الأسفنج عندنا في الوطن العربي. والمنطقة المصائد الليبية هي أجود الأنواع وأفضلها، المصائد المتواجدة في بلاد الشام اللي هي سوريا ولبنان، المناطق المتواجدة في تونس حول خليج قابس، إضافة للمنطقة الأخيرة اللي هي بتتواجد في مصر بين السلوم والعالمين وبين بورسعيد وايه ودمياط. طبعا يتميز انتاج الوطن العربي من الاسفنج بشهره واسعه حول العالم، ويزداد الطلب عليه يوميا بسبب جودته العاليه وارتفاع درجه النعومه له. يحتل الوطن العربي الترتيب الثالث عالميا في تصدير الاسفنج حول العالم، وينبغي ان يوجه الوطن العربي العنايه الفائقه لهذا الامر بحيث ان احنا ممكن نكتسب مرحله او ترتيب افضل من المرحله الثالثه حول العالم، نظرا ان احنا الوطن العربي في البحر المتوسط بتوجد فيه افضل انواع الاسفنج المنتشره حول العالم. ثاني نوع من الموارد المائيه او ثالث نوع من الموارد المائيه عندنا في الوطن العربي هو اللؤلؤ. واللؤلؤ هو من المجوهرات الثمينة الطبيعية لرب سبحانه وتعالى وجدها في الطبيعة، وهو تواجد حيوان اللؤلؤ أو المحار اللي هو بيصنع اللؤلؤ في البحار الدفيئة والاستوائية، اللي هو البحار اللي هي يمر بها مثلا مدار السرطان أو يمر بها خط الاستواء، ويتواجد في عدة أشكال منها في عدة ألوان، منها اللون الأبيض واللون الأسود واللون الأخضر، إضافة لأنه يتميز بعدة أشكال مختلفة
مختلفة زي الشكل المستدير أو الدائري إضافة إلى الشكل البيضاوي. ويزداد قيمة حيوان ويزداد قيمة اللؤلؤ كلما كبر حجمها وكانت من الألوان البراقة أو الألوان الزاهية خاصة اللون الأبيض البراق. تمام. وحيوان واللؤلؤ ده بيتكون نتيجة وجود حيوان أو الكائن الدقيق اللي بيوجد داخل المحار. لما بيخش أي جسم غريب داخل المحار بيبدأ الحيوان اللي عايش داخل المحار ده إن هو يخرج مادة اللؤلؤ الموجودة بداخله حول الجسم الغريب، ثم بعد ما ينتهي من ذلك الامر بيبدا ان هو يقذفها في ايه في البحر. لكن بيتجه الصيادين مباشره قبل ايه ان هو يلقي اللؤلؤه اللي بيعملها دي في البحر، بيحاولوا ان هم يصيدوا المحار قبل ان يلقاها في ايه في البحر. ولكن ده طبعا بيبقى على حسب الصدفه، لان هو لا ما بيبقاش في ميعاد ولا في وقت لان المحار ده يرمي اللؤلؤ ايه اللؤلؤ في وقت معين. من اشهر المناطق عندنا في الوطن العربي اللي بننتج منها اللؤلؤ هي بحر العرب والبحر الأحمر وخليج عمان والخليج العربي. المنطقة دي يا شباب بأفضل مناطق لإنتاج اللؤلؤ عندنا في الوطن العربي هي البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي، وأفضل المناطق هي المناطق أو الأجزاء الشمالية من الخليج العربي خاصة الأجزاء الغربية منها. ولكن عانى اللؤلؤ الطبيعي في الوقت الحالي يا شباب من أن بعض الدول الصناعية بدأت تعمل لؤلؤ صناعي يزاهي الألوان الطبيعية التي توجد في الطبيعة، وده أثر على طبيعة وإنتاج اللؤلؤ في الوطن العربي، خاصة كمان بعد اكتشاف الوطن العربي للنفط وبدأ إن الناس يتركوا مهنة الصيد نهائيا ويتجهوا للنفط لارتفاع مستوى إيه؟ مستوى الدخل. أما العنصر الأخير في الموارد المائية اللي علينا في الوطن العربي بعد الأسماك والأسفنج واللؤلؤ هو حيوان المرجان. المرجان ده يا شباب بتعيش عندنا المرجانات في البحر الأحمر خاصة، إضافة إلى أن احنا بنستخرج بعض منهم من البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. لكن حيوان المرجان ده حيوانات دقيقة جدا، بتبني المرجان بتاعها باستخلاص الملوحة أو المادة الجيرية المتواجدة في بحار سواء كان البحر الأحمر البحر المتوسط المحيط الأطلسي، بحيث تبني بها شكل أو أي أو نبات معين عشان خاطر إن هي تختبئ فيه من إيه من الأسماك الكبيرة. طبعا عندنا بعض أنواع المرجان في الوطن العربي منها اللي هو اللون الأحمر اللي بيستخرج عندنا من البحر الأحمر، وده بيستخدم في صناعة أدوات الحلى والزينة. وفي عندنا المرجان اللي هو الأسود اللي هو بيستخرج من البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وده بيستخدم مثلا في صناعة السبح وغيرها. لكن بوجه عام يعاني الوطن العربي من انخفاض في اصطياد أو انخفاض في اصطياد المرجان ده سواء من البحر الأحمر أو البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي، لأن أهم مناطق الإنتاج حاليا في الوطن العربي هي إيه؟ هي البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، رغم أن البحر الأحمر هو من أكثر مناطق العالم تواجد بيه حيوان ايه حيوان المرجان. يبقى ان شاء الله يا شباب احنا كده خلصنا الفصل اللي بيتكلم عن الموارد المائيه، سواء كانت اسماك عرفنا ان هي ينتج الوطن العربي منها 2% فقط من الانتاج العالمي من اهم المصادر المحيط الاطلسي والخليج العربي والبحر المتوسط والبحر الاحمر، اضافه الى بعض الروافد الداخليه زي روافد النهر والبحيرات. بعد كده اتجهنا الى العنصر الثاني من اهم الموارد المائيه عندنا في الوطن العربي اللي هو الاسفنج، عرفنا ان هو بيعيش في المناطق المداريه الوطن العربي بيحتل فيه المركز الثالث. بعد كده اللؤلؤ يا شباب وده من المجوهرات الثمينه تتواجد في الخليج العربي وبحر العرب وخليج عمان والبحر الاحمر. بعد كده المرجان واهم مناطق انتاجه هي البحر الاحمر طبعا، لكن اللي بينتجه فعليا حاليا في الوطن العربي هو ايه البحر المتوسط. هنكتب اسئله بقى ان شاء الله على الدرس ده يا شباب، نتمنى ان انتوا تحلوها. حسن واحد، من اهم مناطق انتاج الأسفنج في الوطن العربي نقط ونقط ونقط. طبعا كلنا ازاي سائلها البحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي وخليج عمان. السؤال الثاني، عدم أو قلة استخراج اللؤلؤ الطبيعي في الوطن العربي في الآونة الأخيرة
الأخيرة. طبعا بسبب إيه؟ قلنا بسبب إن الدول الصناعية بدأت إن هي تنتج بعض اللؤلؤ الصناعية اللي هي بتساعد اللي هي تشبه لحد ما اللؤلؤ الطبيعية الموجودة، ودي ساعد على إيه؟ على انخفاض نسبة اصطياد اللؤلؤ، إضافة إلى استخراج النفط اللي ساعد على إيه؟ على ارتفاع مستوى الدخل عن وبعد السكان عن اصطياد تلك إيه؟ الموارد المائية. نتمنى إن شاء الله نكون الدرس يكون عجبكم، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.